السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله بخير. معكم عزيز من قناة جيمر زي، واليوم جيتكم بفيديو تشالنج ضد تيم اوف ذا ويك. هذا قرار غبي شوية اني حلعب ضدهم عشان تشكيلتي في الوطن التيم مرة ابو كلب، بس عادي. احاول اني حطيت ضعيف شوية اسم برو، احاول اني اربحهم واربح ال 250 كوينز، ما منه مهمة تبان مستحيلة شوية، بس خلينا نبدا ونشوف كيف ايش هي حتكون النتيجة. خلص خلص يلا. وحيبدأ الماتش بعد ثواني، بس قبل ما حبدأ الماتش حغير شيء في الكنترول، يعني عكسيني هنا ما اقدر اتحكم بيه كويس، فحغير هالنادي ونبدأ الماتش. خلص نبدأ الماتش ونقول بسم الله. الكرة عندهم، ليش هذا الاسم؟ كين، الكرة عند كين يناول لونج هذا، ولكن الكرة تطلع برا، لكن ترجع لدوسيفي. دوسيفي يديها لونج لشين لونج، شيل لونج لك فورستيري لكوستا ولكين. والله الحارس مسكه والحمد لله. انا عارف ان هذه مهمة صعبة مرة، نلعب ضد التيم اوف ذا ويك بفريق مخروش، بس لين احاول يعني، بس تجربة يعني. لو جتني نتيجة، الله 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 على اسمه الغريب هذا، وجول. الله سجلت هدف من الدقيقة السابعة، فريق المخروج ضد تيم اوف ذا ويك. يا الله عندي حظ مرة كويس، ما منا تغرف الدفاع لانه مترك اللاعب حق لحاله، وشاته وما سجلها، بس خصت ما ادري كيف معجزة. وهذا اللي اسمه طويل، ايش هو ما اعرف اسمه، ويناول مناولة خطأ ترجع الى اللاعب فورناري الى شاكيري. شاكيري ناول، الله ويوزع وزع، ولكن منا ناولها للاعب المدافع. ترجع الكره مره ثانيه ليه في الهجوم، ولكن مناوله غلط، لكن ترجع مره ثانيه، ولكن ايضا مناوله غلط. براين كمان يطلع الكورة برا بالخطأ، ترجع للكورة مرة تانية، ترجع الكورة لفورناري، فورناري لهذا اللاعب باسكوسي. ايش هذا الاسم يا اخي؟ باسكوسي باسكوسي مر باسكوسي، يا الله على العارضة. ترجع الكورة للتيم اوف ذا ويك، ترجع لدي براين، الى بوتلاند، الى فونتي، لهذا اللاعب الاسم طويل لدوسيفي. وان تو حلوة مرة، ولكن ترجع للدفاع الصلب حقي، وترجع للهجوم مرة ثانية لي. الله لحاله، يلا يا اموراي ولا ايش اسمك، يضيعها. طبعا انه طاقته ضعيفة مرة، لانه فما توقع منه انه يسجلها. وترجع مرتين لفونتي للتيم اوف ذا ويك، ترجع لفونتي ما شاء الله بوسيشن، ترجع للحارس، الحارس اديها لهذا الاسم طويل، وترجع لي مرة ثانية في الهجوم، ترجع مرة ثانية. وايش هذا ايش هذا المناولة ما اقدر اوصفها حتى، علق لساني على هذه المناولة لابو كلب. يلا ديجو كوستا، ديجو كوستا يمر، لا ما يمر، لا والله مر، وياخذها اللاعب حقي ما شاء الله روفر. روفر يديها لهذا فورناري، فورناري مر، فورناري مر، فورناري يتمغل في الدفاع.
الله، ولكن يناول وقدام الحارس جول، والجول الثاني لفريقي. الله بديت اضمن ال 250 كونز، بديت اضمنها. والهدف الثاني في الدقيقة من اللعب، دقيقة 27 من لعب أموري. يا الله 2-0 ضد، يا ليتني حطيت بروفيشنال كنت أخذت 500، بس حنعيد مرة ثانية. هنا ولا كوستا توزع، ولا كوستا، ولكن في يدي الحارس، الحارس اديها لباسكوسي، باسكوسي مر، باسكوسي، باسكوسي هنا ولا لا، هذا أموري، أموري هنا ولا لروفر، روفر يوزع، يوزع روفر، الله لا، وأي ولكن تسلل، هدف التسلل، ولكن الحكم يقول تسلل. ترجع لتيم اوف ذا ويك، ترجع لتيم اوف ذا ويك، وتيم اوف ذا ويك يلعب جيلتينا ولا فونتي، فونتينا ولا شاكيري، شاكيري يلعب، الله يا الله تيكي تاكا، لونج يمر، لونج لفوستيري، وفورستيري ناول، ولكن الدفاع يكون متألق. ترجع للاعب باسكوسي، باسكوسي ناول لأموراي، أموراي ناول، يا الله لا، ولكن اللاعب طبعا بطيء فما قدر يجيبها. ترجع لدييغو كوستا، دييغو كوستا، كوستا ما يمر، كوستا يناول ولكن في رجل المدافع. الله تمر لهذا اللاعب شابمان، شابمان يناول، لكان كان يناول لأموراي ولكن يمسكها الحارس. ترجع مرتين لديكوستا، ديكوستا يناول لكين، كين يمر، كين يمر ولكن يناول بالغلط للاعب هو أموراي، أموراي يمر، أموراي يديها لا، ولكن الدفاع كان متألق وما خلاها تمر. ياخذ باسكوسي وترجع لباسكوسي، بعدين لروفر، روفر يمر، يتوقف في الوسط، روفر، روفر، روفر يمر، روفر يمر، ولكن لاعب ضعيف، فما ايضا ما اتوقع منه انه يقدر يسحب لهذه الدرجة. طبعا في كل حولنا فايز، فما يهم ايش هذا، هنا والمناولة غلط وترجع لكين، كين يركض على الجانب، على جنب، كين هل يسحب، ولكن ما شاء الله دفع، الدفاع يكون. ترجع لكين مرة ثانية لتماس، تماس ويوزعها روفر، ولا الله يا إلهي يا إلهي، سجلوا هدف في الدقيقة 45، ما علينا لساتنا ربحين. ترجع لأموري، ترجع لأموري وانتهى الشوط الأول. كان هذا كل شيء لحلقتنا لهذا اليوم، وزي ما شايفين رابح ذا تيم اوف ذا ويك بفريق المخروش 2-1 في الشوط الأول. أتمنى يعجبكم الفيديو، لا تنسوا شير ولايك وسبسكرايب. كان معكم عزيز مقراتي كيمرسي، يلا سلام.